مرضات. اليوم كي نشوفوا إجراءات ونشوفوا ما تم حتى تطبيق الإجراءات، شكون يسر عليها تطبيق الإجراءات؟ إذا للأسف فقدنا نوع من الوعي المجتمعي باش الناس تمشي طواعية وتلبس الكمامة وتعمل تباعد جسدي وتغسل يديها، واللي نسبة كبيرة للأسف ما وصلتش للمرحلة هذه. فما دولة مفترض تقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق هذه الأشياء. اليوم عندنا حظر التجوال من 10 ليلا. نحب نقول لك اليوم باش تعمل دورة في تونس 9:30 تلقى صالات الأفراح كلها معبية، وقتاش باش تروح الناس هذوما؟ وعن أي حظر تجوال نتحدث؟ اليوم وزارة الصحة عندها المراقبين الصحيين نتاعها، عندها مراقبين يلزمها تهبطهم للميدان، يلزمهم يشتغلوا في كل مكان وفي كل تجمع نتاع الناس، وتقوم بالتوعية وتقوم بالتحسيس وتقوم زادة برفع المخالفات. كيف وزارة الداخلية، يا ليت نشوف كل أمنيين وكل واحد في دوباكو بافيت ماسك كمامة تقدم مجانا للي ما عندوش، ويخالف كل من يخرج للشارع ويتصل بالناس ويعرض حياته ويعرض حياة الآخرين للعدوى، ويعرض أكثر من ذلك الدولة التونسية إلى خطر الانهيار الصحي. ومع الانهيار الصحي لا قدر الله مش تجي وتتبع كل الانهيارات الأخرى، ونحكي هونية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وخليتها سياسيا في الأخير ومتعمد ذلك، لأنه نشوفوا أنه الله يسمح لي دكتور للناس اللي باش تنبر وش مدخله يحكي على المسألة هذه. دكتور بسام معطر راهو طبيب، معناها نتصوروا اللي فاهم على شنو قاعد يحكي للناس اللي باش تنبر. ولهذا أنا ما حبيتش أقاطع. سامحني دكتور قصيت عليك. والله شوف، على اطلاع من قريب بالأزمة بكم المعاناة حتى من الزملاء اللي يشتغلوا اليوم ليلا نهارا، من أعوان صحة من أطباء من كل الناس هذوما اللي تخدم، واللي مسكنات معناتها حالة تسخف من ناحية النفسية، كيف يشوفوا رواحهم غير قادرين انه يلبيوا حاجة الناس الكل، من ناحية الماتريال والمستلزمات اللي هي ناقصة، من ناحية الأعداد اللي قاعدة تجيب أعداد كبرى، وهذه الكل نشوفه في رواحنا معناتها نجمه كشعب وكدولة إذا تكون ثم إرادة مع بعضنا نحده من الإشكال متاع ما حش بش نقوله نفاوه معناتها بصفة كبيرة، لكن نحده منه نقصوه إلى أكبر درجة. اخي كمامه صعبت علينا معناتها يا رسول الله، كمامه لبس كمامه صعبت علينا، ان ناجلوا عرس ولا اجتماع ولا صعبت علينا، يعني تحملنا مده طويله. اليوم عندنا فيروس معناتها فاريونت، عندنا نسخه جديده من الفيروس الهندي، سلالة متحورة الهنديه، هذه من اخطر ما ثم. اليوم شو نقول لكم، في بريطانيا اللي هما خرجت من عندهم السلاله البريطانيه، اصبحت السلاله الهنديه طاغيه على السلاله البريطانيه. شنو هي مقدراتنا احنا وشنو وحاجه اخرى ترى نسمع على ثم اجتماعات اليوم الصباح لجنه علميه وهذا وهذا، ونشوف القرارات والاجراءات. انا سمعت معناتها واحد يقول احنا ينبر، قال قرارات من رفع الكراسي. ظهر لي القرارات هذه من نوع رفع الكراسي ستؤدي حتميا الى رفع مزيد من الارواح تاع التوانسه، لا شيء غير ذلك. معناتها الى 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 اي متى ومقتاش مش نفيقوا على ارواحنا؟ الوضع السياسي متدهور، لكن اليوم الناس اللي عندها عقل وعندها مسؤوليه وعندها مواطنه عندي معركه، واللونجو نتاعها هو وحيد التونسي. المفترض تجند الدوله التونسيه بكل طاقاتها للمعركه هذه، مش الى اي جدل اخر. بالله نداء للسلطه والناس هذوما الكل اللي في السلطه الحاكمه، نحيوا السكاكه من يديكم، اجلوها. اذا ما تحبوش نحيوها اجلوها شويه، خذوا معركه الكورونا ومن بعد لكل حادث حديث. واضح بسام معطر نائب رئيس جمعيه عتيد، طبعا ربما رساله ونداء وصيحه فزع من القلب كانت نابعه، لهذا ربما خليتك تواصل الفكره لاهميه ما تفضلت به، وفقط مجرد اشاره راهو خصصنا الساعه الاولى وكل برامجنا في هنا تونس ولا في مختلف البرامج دائما نحكيو على مستجدات الوضع الوبائي والصحي في تونس. بعد شويه نرجع لك بسام معطر نائب رئيس جمعيه عتيد مباشره بعد الفاصل. ببليسيتي وراجعين.
تونس رجعنا من جديد مستمعينا الأوفياء، ما زلنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين في برنامج هنا تونس، وين تسمعونا في صفاقس على 91.2، في جبس 99.1، نابل وسوسة 107.3، المهدية والمنستير 94.7، تونس الكبرى 93.5. ضيفنا الرئيسي في ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس الدكتور بسام عطرناب، رئيس جمعية عتيد، نحكيه على الجدل الدائر اليوم في الساحة السياسية في علاقة بالدعوات لتغيير القانون الانتخابي ولإدخال إصلاحات على النظام السياسي وتحوير الدستور. بسام معتر، شنو موقف جمعية عتيد من هذه الدعوات وماذا تقترحون في هذا الإطار؟ طيب، الجمعية بالطبيعة كأحد جمعية المجتمع المدني مهتمين بكل هذه المواضيع ودير نقاش، نقاش نعتبره هام جدا من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية خاصة. وعندنا تقييم في جمعية عتيد، نظن اليوم أنه عديد الدعوات اللي قاعدة تصدر هي دعوات غير واقعية، وربما زاد الدعوات هذية مش تمس حتى كنها الثورة التونسية وما نأملوه من ديمقراطية تترسخ في هذه البلاد. أنه ننقح القانون الانتخابي، هذا أحد دعوات المجتمع المدني، يلزم يتنقح القانون الانتخابي، وأكيد يلزم يتنقح القانون الانتخابي، لأنه للأسف القانون الانتخابي هذه فيه عديد الثغرات، والثغرات هذه استغلت من عديد الأحزاب والمترشحين للانتخابات التشريعية خاصة والبلدية وحتى الرئاسية، من أجل أنه يوصلوا للحكم، يوصلوا للمواقع. وربما ثم ناس أخرى كانت أولى، وكانت لو كان عندنا قانون انتخابي آخر أكثر عدل ومساواة وأكثر رقابة، ربما تكون ثم ناس أخرى اليوم في الحكم مش الناس هذه. بالنسبة للنظام السياسي، طبعا هذا الأمر يناقش، ثم حتى إشكال اليوم، ثم تجربة هذه تناقش. لكن اللي خوف اليوم أنه ثم نزعة من أجل التخلي على بعض المبادئ اللي اتفقنا عليها بعد الثورة التونسية، والعودة إلى أمثلة متاع نظام سياسي وأشياء أخرى ما قبل الثورة. مسألة تغيير النظام الانتخابي، خلينا نبدأ بها هي وطول نمشيو بالوحدة بالوحدة. اليوم ثم 4 أو 5 محاور هامة في تنقيح النظام الانتخابي. ثم مسألة الترشحات، اليوم القانون الحالي يسمح للمتهربين الجبائيين، يسمح لمن تعلقت بهم بعض الجرائم بالترشح في الانتخابات. لذا من أهم الشروط اللي يلزم إقحامها وتنقيحها هو أنه يلزم تكون ثم شهادات إبراء ذمة جبائية، وكذلك نوع من خلو السجلات من بعض الجرائم، وأن كذلك يقوم محاكم التونسية بإضافة ذلك الحكم الإضافي متاع في كل ما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، وهذه أحكام جيدة من بعض الحقوق المدنية والسياسية. أكيد جدا، أكيد جدا. هذا في باب الترشحات، وإحنا شفنا اليوم مجلس النواب الشعب للأسف فقد بعض من الكريديبيليتي متاعه، من المصداقية متاعه، بسبب أنه ثم عديد الأشخاص اللي وصلوا لمجلس النواب الشعب بطرق ما يعرفوش كيفاش بالضبط، لكن كي نشوفوا السي في متاعها، كي نشوفوا معناتها مسارها العلمي او المهني او اللي تحب عليه انت، ما هوش تاع انساني مفترض يوصل، ما هوش احسن مثال نتاع مجلس نواب الشعب. ثم اشياء اخرى، كل ما نتقدموا في القانون نلقاو اشياء اخرى. ثم مساله مراقبه الحملات الانتخابيه وإشكال المراقبة البعدية اللي تقوم به محكمة المحاسبات، واللي التقرير متاعها اللي خرج في الفترة الماضية على ما يبدو كليته الهبة سي بسام. أكيد مش أول تقرير، ما فهمتش أنا تقارير بتلك الكارثية تخرج تصير عليها ضجة وكأنها شيء لم يكن. من أصله شو محله من الأعراب كي تعمل تقرير فيه جرائم انتخابية، فيه كوارث انتخابية، ويبقى حبر على ورق؟ أي مصداقية لمحكمة المحاسبات ولا القضاء التونسي ولا الدولة التونسية بعد هذا؟ ثم حتى مصداقية، وترجمة متاع ذلك بسيطة جدا، احنا الشعب التونسي راهو
مهما يكون عنده أشياء، لكن على كل حال ثم تعبيرات يقوم بها توضح شنو قاعد يشوف ولا نسبة الثقة متاعه في الكتلة الحاكمة وإلا في الدولة واللي تحب أنت. احنا عندنا رقم بسيط جدا هو رقم المشاركة في الانتخابات، نسبة المشاركة في الانتخابات، واللي نشوفه فيه قاعد كيفاش قاعد يدهور من انتخابات إلى أخرى. وأحد الأسباب الهامة متاع التدهور هذية هو فقدان الثقة في المسار الانتخابي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب اللي هي أصبحت ثقافة في عدة ميادين أخرى وخاصة في المسار الانتخابي. نشوفوا عديد التجاوزات، عديد الجرائم، ومن بعد نلقاو تعتيم كامل، نلقاو مسارات قضائية ما عندنا حتى علم بشنو صار فيها، ما ثم حتى تعامل حتى لا من هيئة عليا المستقلة للانتخابات ولا حتى من أي أجهزة أخرى للمداولة من خلالها، مش نعرفوا شنو في شنو تقدموا في شنو ما تقدموش، مش نعرفوا حتى شنو لازم يتصلح. هذا كل نشوفوا فيه وساكتين عليه، وهذا من أهم الثغرات اللي موجودة في القانون الانتخابي الحالي واللي خلات عديد الناس نعود نقولها توصل المجلس نواب الشعب لكن دون احترام القانون ودون احترام مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون لكافة أطراف الشعب ولأطياف الشعب التونسي. فيه برشا إشكالات، في حتى معنى الإشهار السياسي وأمور تقنية يلزمها تتبين. اليوم نشوفوا أشياء احنا كمجتمع مدني نلاحظوها ونقولوا هذه تجاوزات، لكن من بعد ما نشوفوا حتى تبعات، ولا يقول لك هذه ما تسقطش نتائج وإلا ما تعملش. وهذا الحق يضرب ويفسد العملية الانتخابية ويفسد جزء من التنظيم السياسي فيما بعد. نمشي ونزيد نقدمه شوية. ثم كذلك المسألة القضائية بصفة عامة واللي فيها إشكالات عديدة. اليوم نعطيك مثال، زوز أحزاب مترشحين ولا زوز أطراف ولا زوز قائمات مترشحين لمجلس نواب الشعب، ينجم واحد منهم يشوف طرف آخر أثناء الحملة الانتخابية قاعد يقوم بتجاوزات، وشنو الإجراء القانوني اللي يقوم به؟ يقوم بشكاية؟ شكون يقدمها شكاية؟ قديش تحب لها مدة شكاية هذه؟ لذا من أهم الإصلاحات أنه يصير عنا قضاء استعجالي أثناء الفترة الانتخابية من أجل البدء في كل تلك التجاوزات ومنحها وإيقافها وترتيب جزاءات عليها مباشرة. يلزم إسقاط مترشحين وقائمات. أكيد جدا. مش نستنى. مش بعد ما يولي نائب ويأخذ الحسنة. أكيد. كما الواحد من النواب فار من العدالة وربح الانتخابات، هو فار من العدالة ثم تحسن بالحصانة البرلمانية وضرب له على الطيارة. سي بسام، هي الحصانة البرلمانية تو شفت تزني سي محمد، قاعد تزني في نزيد. شوف تو احنا حتى الحصانة ما عادش نعرفوا نطبقوها في بلادنا، حتى مبدأ الحصانة وقانونية الحصانة وكيفاش تصير الحصانة ما عادش نعرفوها، ما عادش فاهمين ايش معناتها الحصانة. اصبحنا جهل لأنه اليوم الناس أصبحت تشتغل مش بالقانون لكن بالتصويت. تجتمع مجموعة ترفع أيديها بالإيجاب، يصبح ذلك عرف أو سميه ما تسميه. وين ذلك من القانون؟ وين ذلك من التشريعات الموجودة؟ لا شيء. وين ذلك حتى من الذوق السليم؟ خلينا حتى من التشريعات، ثم دول ما عندهاش دساتير أصلا لكن عندها ذوق سليم و وعي مجتمعي محصل يخليها تقوم بالأشياء الصحيحة مش الأشياء اللي تضمن بعض المصلحيات على حساب الدولة ولا حساب الانتقال الديمقراطي اللي مازلنا نتمناه بلادنا تنجح فيه، ولكن للأسف من كبوة إلى أخرى. حب نمثل لك حاجة، مش ربطوني بالنظام السياسي. قلت لي اليوم هل النظام السياسي يستحق التغيير؟ احنا اليوم عندنا تجربة تقريبا 6 سنوات ولا 7 سنوات في النظام السياسي الجديد بعد 2014. نحب نقول لك منذ 2010 مثلا بطرح كورة مش ناس حتى نلعبوا في ترام حفر كل حفر، والكوارجية اللي فيه مهمش من احسن الكوارجية ديمقراطية، نكون كنا نمثلها بالواحد ما عندناش ديمقراطيين حقيقيين. والاربيتر طايح في تيست كوبر، اكثر يطلعين يعمل 10 متر ويكمل يتعب، يولي يزفر من طرف الترام عشان يجم يشوف المخالفات والاشياء اللي تصير في الترام عن قرب. وتعرف واحد اذا ماهوش مشري. نعم ماهوش مشري.
ينجم يكون اي نجم يكون مشري ينجم يكون. لا مهم جدا خاطر اذا كان فما فرق ما بين مشري وتعب ينجم يكون خاطر اذا كان تعب النجم النجم نعملوا له شويه مجهود باش يولي في فورما اما اذا كان مشري اختيره برشا المساله معناها شوف هي يقول لك المثل البعيره تدل له لكن تراه كل ثم عديد المؤشرات اللي هما في الدنيا تخليك تستغرب من تصرفات الطبقه الحاكمه من الهيئات من عده اشياء اخرى اليوم تشوف حتى اقالات لرؤساء هيئات تقعد تستغرب اقاله فلان لماذا ما ثمش لماذا علاش علاش نحيته غلط عمل فساد عمل ونورنا قولوا لنا ام انك انت نحيته خاطر ضرب مصالحك قول لنا ام انه خاطره مشري قول لنا ما تلقاش هذا تعتيم تام هذا عملوا لنا كما في مصر قبل حسني مبارك قبل قل ما تحب واحكي شو تحب وانا نعمل شو نحب احنا اصبحنا في هذه الوضعيه طيب سي باسم تراو فما موجب اليوم لتغيير النظام السياسي شوف يناقش كجمعيه عتيد يناقش اما انا نحذر والفكره عامه تخص النظام الانتخابي هذه والنظام السياسي رانا مازلنا في انتقال ديمقراطي وما احناش في وضعيه مستقره والتعدديه اللي ضحات عليها ناس وناس ما زلنا حاشنا به ربما تنظيمها وربما معناتها ادخال اجراءات تحفز الناس على التلاقي على انها تكون كتل اكبر انها تكون احزاب اكبر من نمشي معاك لكن الرجوع عن التعدديه الى انظمه سياسيه او حتى انتخابيه تمشي النظام الاغلبيه او الراس الواحد راهو فيه خطر إيه نقعدوا كخير دوله انفرطه دوله تحولت الى جزر دولة تحولت إلى أشلاء فما شكون اليوم يقول لك لابد أن نعود إلى الدولة القوية وبالتالي النظام الرئاسي نظام رئاسي ديمقراطي مش نظام رئاسوي هو الحل الأمثل فما شكون يقول لك يا سيدي ما تحبش الرئاسي نمشيو بنظام برلماني صرف بحزب أو ائتلاف حاكم واضح عنده أغلبية باش نجموا نحاسبوا مش معقول اليوم عندنا حكومة يدعمها حزام برلماني وبعد يقول لك أنا ما نحكمش شوف نقول للناس هذوما هل أنتم ضامنين بالنظام من هذا النوع أنه الأمور مش تتحسن هل أنكم ضامنين أنه مش يوصل لسدة الحكم الناس بالحق تحترم الديمقراطية وتحترم الانتقال الديمقراطي ومبادئ الثورة وكل ما دافعت عليه وضحت من أجله توانسة سنين وسنين أنا والله نشك هذا اللي ما شفنا ونظرية المنقذ الوحيد ونظرية الواحد راهي باش ترتد بالدولة التونسية إلى أتعس المكان اليوم عندنا حل وحيد أنه يتكون وعي مجتمعي بمبادئ الديمقراطية أنه نمشيه في بناء الدولة من خلال المؤسسات مش الأشخاص أنه الناس اللي قاعدين في الطبقة الحاكمة الكل اليوم كما قلت الساعة ينحيوا سكاكن ينحيوا عليهم كل الحيل للسيطرة على الدولة وهذاك يحب يمكن والآخر يحب ما يحبش الآخر يمكن والآخر يحب على مصلحات قطاعية لصالح الواحد نتاعه الأمثلة في العالم عديدة وأنا نقول تعددية مع ترشيدها مع ترشيدها ترشيد يقتضي نظام اقتراع جديد مثالش الترشيد يقتضي عتبة بس معطر أكيد جدا عتيد ماذا تقترح في هذا الإطار قدمنا في المقترح متاعنا أنه نغير نظام الاقتراع لكن مش إلى نظام أغلبي كما يقترحه ناس أخرين احنا مقترحين أنه يتم يبقى في النسبية تمثيلية نسبية ربما نغير أكبر البقايا إلى أكبر المتوسطات أو أكبر المعدلات ما فيش إشكال ربما إقحام عتبة بثلاثة في المية علش مش خمسة ولا عشرة بالمية لا شفناه الموديل بتاع عشرة في المية عشرة المثال التركي ما نتصورش إنه مثال به برشا معنا خمسة بالمية هل معقول عندك نائب بمئتين صوت وبثلاثة آلاف صوت وبألفين صوت يقولك أنا نائب شعب نائب شعب بثلاثة آلاف صوت نائب شعب يزم على الأقل عنده 15-20 ألف صوت شوف هي حتى من كلمة نائب شعب اليوم عند توانسة تشلكت بسام معطر بفضل هذه الممارسة الانتخابية أي أما لا 3 ولا 5% مش تحل الإشكال هذا خاطر 3 ولا 5% ديما تبقى بمقارنة بنسبة المشاركة إذا هما شاركوا 200 ناخب فقط 3 ولا 5% متاعها مش تلقاها 120 و100 ودرجنو ثم أشياء أخرى راهي ثم أنتو ثم سلة كاملة مع بعضها يزم تصير موش إجراء تقني هناك مش أنا نخرج إنسان ياخذ هو مقاليد الحكم وتلقاه في الأخير ممكن بالعشرة في المية خاصة في مثال العشرة في المية ينجم راهو إنسان يجيب 30% من الأصوات بالعشرة في المية يلقى روحه هو عنده الأغلبية يعني 70% اللي ما عطتش هي أصواتها ليه مش يلقى هو يتحكم فيها نظام اقتراع على الأفراد اليوم فما شكون يقترح هو لا صعيب
حتى تقنيا وتنفيذيا صعيب ياسر. ودوائر انتخابيه على المعتمديات تضرب تضرب مبدا اساسي اللي هو مبدا المساواه ما بين المواطنين، لانه كل المعتمديات ما فيهاش نفس عدد السكان. فيها مشكله كبيره المعتمديات، يلزم تقسيم جديد. يعطيك الصحه. تو مش تربط بالفكره الاخيره الاخرى، التقسيم يلزم جغرافيا وسوسيولوجيا وانثروبولوجيا. اليوم تقسيم الدوائر الانتخابيه هو نفسه اللي بدينا فيه عام 2011 تقريبا. واحد على 60,000 يعطي مقعد في مجلس نواب الشعب. اول شيء اذا كنا باش نعملوا حساب اليوم نعملوا العدد الجديد نتاع الشعب التونسي في 2021 مش نلقاو مجلس نواب الشعب يزيد على الاقل 30 او 35 مقعد اخر، لانه الشعب التونسي العدد نتاعو كبر. ونظنوا احنا في جمعيه عتيد انه الامر هذا ما هوش لصالح العمل النيابي. ونظنوا انه العكس لازم يصير، وهو التنزيل التنقيص في عدد النواب مجلس نواب الشعب، خاصه من 217 لقداش تراو المقترح اللي احنا قدمناه مشيها بالتقريب 176 176 نائب تقريبا نائب. نعم. يعني باش تتبدل قاعده التمثيل من واحد على 60,000 الى واحد تقريبا على 95 ولا 90 على 70 او 75,000 في اقصى تقدير. لكن فما شيء اضافي معاه واللي هو انه اليوم توزيع المقاعد يتم بعمليه التنفيل، واحنا الحق التنفيل كعمليه صارت في المجلس التاسيسي كنا موافقين عليها لطبيعه المجلس التاسيسي. سمح لي دكتور، سمح لي دكتور، التنفيل راهو انه نعطيه لبعض الولايات اللي العدد السكان نتاعها صغير نعطيوها نوع من البونوس. يعني فما ولايات في تونس، ناخذ مثال تطاوين، لو كان نحسب على قاعده الواحد على 60,000 راه طلع كان زوج نواب. احنا قلنا انه ما تنجمش تكون ولايه بحجم تطاوين، مش كان تطاوين، تطاوين ولايه الشمال الغربي ولايه الجنوب الغربي، انه نزيدوها عدد من النواب اما اثنين او واحد باش نجموا نعملوا نوع من التوازن الجهوي. التوازن الجهوي هذا كان محمودا في تلك الفتره، لكن اليوم اصبح حتى هو نفسه يضرب مبدا المساواه نتاع الشعب التونسي بالاصوات نتاعها. يعني اش معناته ان اليوم باش نطلع نائب في ولايه ما ولا في دائره انتخابيه ما يلزمني 70 ولا 75,000 صوت، بينما يسوى نفس الصوت هذاك 30 او 25,000 في دائره اخرى، وهذا مش معقول. لذا نطالبوا بالتراجع على مبدا التنفيذ واعطاء لكل جهه عدد المقاعد المناسب لعدد السكان. وهنيا ثم حاجه اخرى ما ننساوش من بعضنا، انه ثم انتخابات جهويه، وانه على مستوى جهوي من خلال الانتخابات الجهويه نجم تكون ثم تمثيليه اخرى للجهه ويصير التعديل. مش لازم نكونوا في كل المجالس اعداد كبرى من كل جهه، بالعكس نمشي ونحترموا التمثيليه على حساب هيك القاعده نتاع الواحد على نتفاهموا فيها من بعد، لكن ثم امكانيه من بعد في كل جهه ثم انتخابات جهويه وثم تمثيليه اخرى اللي مع التمثيليه النيابيه نعتبروا انها تراعي ذلك الجانب الاول اللي حابين نراعيوه في تمثيليه كل الجهات. صاحب الخلفاوي وقت اللي جاي دكتور بسام ماطر البارح تسالت زعما باش نتعارك انا وياه ولا باش ماناش باش نتعارك، اللي قالوا يمثلوني ما نجم نزيد عليه حتى شيء، وخاصه انه البارح حكينا في المساله انا عندي شويه تساؤلات، المقصود منها انه باش نزيدوا نبينوا اكثر المسائل. علاش ترفضوا الانتخاب على الافراد؟ به الانتخاب على الافراد مسؤوليه مباشره ومحلاها معناها. علاش وين المشكل؟ خير من القائمات الحزبيه اللي فيها فما شكون يقول لك يا خويا هذا السيستم تاع قطوس وشكاره. انا سامحني يلزمني ملا هكايا يلزمني نولي انا نجاوب. محمد فما مشكله في التقسيم الترابي يلزمنا راهو لا شاركوتري الكتورال. يعني تو تعتقد انت اللي مشاو صوتوا نداء تونس يعرفوا شكون في القائمه؟ صوتوا للباجي قائد سمسي ونداء تونس. باهي ممتاز. اللي مش صوتوا العبير موسي. صوتوا للدستوري الحر او لبرنامج متعلق باشخاص في الجهات هما بالنسبه لهم. فما عبير موسي فما دستوري حر، حركه النهضه نفس الشيء. برفي برفي محمد، نفترضوا انه في انت قررت انك تبطل العمل الصحفي وتمشي تترشح في الانتخابات. صدقا محمد في مستوى دائره صغيره هل سوف يتم التصويت لشخص محمد اليوسفي اللي هو شخص محترم؟ مش خاطر صاحبي محمد اليوسفي شخص محترم في الاخر، والا الشخص اللي باش يجيب اكثر فلوس. شفت الاشكاليه وين؟ انه راه كل ما تصغر الدوائر كل ما حجم التجاوزات وحجم الخروقات ينجم يزيد اكثر. صحيح. وخاصة فك القرب هذاك راه مش باش تصوت شخص تعرفه، باش تنجم تفتح الباب لإمكانية كبيرة نتاع التجاوز. أما فما مشكلة في التقسيم. أما أيضا النزعات القبلية والجهوية الضيقة جدا اللي تنجم بالضبط، ومش لازم نعطيو أمثلة نتاع انتخابات بلدية جزئية في تونس كاملة صارت وشنو هي النتائج نتاعها. دونك هذه المسألة الأولانية. اثنين دونك تقسيم الدوائر الانتخابية اللي فيه مشكلة كبيرة. وثلاثة اليوم إذا كان عندنا برشا، اليوم عندنا 8 9 10 كتلة كبار في البرلمان، غدوك بانتخابات كما كان وتنجم تولي عندك 217 كتلة. يعني كل شخص يغني في اثنين، برا لمهم عاد هذوما وقول شبيه التشتت الحزبي. أما دونك شنو هي خفيف لك أنا حاجة. تفضل تفضل دكتور.
على كل حال احنا تو نشوفوا في العالم الكل السياسة والعمل تقام على العمل الحزبي بالأساس، والباب مفتوح لكل الناس للانخراط. إذا قيت فرصة ولا أقيت نفسك ولا أفكارك تتماهى مع أحد الأحزاب الموجودة فيا مرحبا، تجم تنخرط وتجم تشارك شخص إكس ولا إجريك إكس ولا إجريك أي شخص. إذا ما لقيتش امشي وكون مع مجموعة فكرية تقرب لك صوت المستقلين، ما فما حتى مشكل مثلا ما عندك كل الأشياء متاحة. لكن من الهام اليوم أن نمشي إلى تجميع الأفكار إلى حصرها إلى خطر هذا لو سهل حتى التفاوض البريدوية مع العمل من بعد بالضبط ما نقعدوش مشتتين. وكل الاحترازات الأخرى موجودة أنه اليوم راهو على الأفراد، ربما مش تعطيك أفراد مش معناتها من الأفضل ما يكون ما كما نتخيلوا احنا في مجلس النواب تجم تدخل البعد المالي، والبعد المالي هو تو متدخل خليها خليهم على الأفراد، على الأفراد معناتها الأمر صعيب. ثم كما قلت لكم الساعكية تقنيا بخصوص تقسيم الدوائر صعبة جدا، بخصوص زمان تمثيل المرأة كيف كيفش تخلق إشكال كبير ياسر. ثم عدد الاعتبارات اللي تخلينا ما نمشيوش في الاتجاه هذا. ربما ثم ناس قاعدين يقترحوا في الاقتراح لأنهم القاوش هما فرصة في العمل الحزبي، لكن أنا نقول راهو إنسان تحب يشارك، ثم حاجة اسمها نضال، تجم ما تنظرش في ضد الدكتاتورية، لكن المفترض حتى في العمل الحزبي تشارك صحيح. وما قيتش في الأحزاب تاع ثم المجتمع المدني، وما لقيتش في المجتمع المدني نبتدعوا افكار اخرى واشياء اخرى نجموا من خلالها. دكتور سامحني محمد، جوست شنو المقترحات العمليه نتاع عتيد في علاقه بالنظام الانتخابي الحالي؟ اثنين، فما نزاعات انتخابيه يا محمد من 2014 امام المحاكم لليوم في 2021 ما تفضتش، هذه مشكله، كيفاش نجموا نفعلوا هذا اكثر؟ وخاصه في علاقه بالليزي اللي انا اعتقد انه أفتت في انتخابات 2019 أنه ليس لديها الشجاعة الكافية لتقوم بدورها اللي عطيت وليها فيها مشكلة اليوم في وضع التجديد، مسألة التجديد تجديد الأعضاء وسكوت كبير على التجديد ما احناش فيها من وهذا نحب نربطه بس ما عتربي سؤال حول الدعوات لانتخابات مبكرة، هل بالهيئة هذه وبالوضع الحالي نجموا نمشيوا لانتخابات مبكرة ولا لا؟ شنو موقفكم كعتيد والدعوات للاستفتاء أيضا؟ شو انتخابات مبكرة علاش؟ لحل الأزمة السياسية، لحل الأزمة السياسية. نقول لك بنفس الأطراف بنفس القانون الانتخابي لن نجد أي نتيجة أخرى بخلاف ما اللي عندنا تو. اليوم ثم عمل سابق لأي انتخابات سواء في وقتها أو مبكرة، مبكرة لكن بعد تغييرات، وإذا في وقتها كيف كيف لازم تكون بعد تغييرات. الأشياء اللي تحدثنا فيها من أول حصة على القانون الانتخابي في 4 أو 5 محاور بما فيها اللي ذكرته من النزاعات هذه ثم أجيال لازمها تقلص. ثم توحيد مسارات قضائية، ما نقعدوش شيء في العدلي وشيء في الإداري وشيء، ثم أشياء إذا ما تتوحد تمشي نفس المسار. ثم الأجال وتوحيد الأجال، ونختموها بآخر شيء في علاقة بالجرائم الانتخابية وهو التقادم اللي موجود فيه تو 3 سنين واللي المفترض ما ثماش 3 سنين، ثم على الأقل 15 سنة كما القانون العام. الاستفتاء بس يا معطر، الاستفتاء فما شكون يقول لك ممكن من داخل الدستور، فما شكون يقول لك فما بلوكاج، هي قصة الاستفتاء انساوها، غير ممكن دستوريا وقانونيا. شوف المحكمة الدستورية عقدت هذا الدستور، عقدة في هذا الدستور، وللأسف مفترض ما كانت هي تكون حل مش عقدة، لكن الموجودين منذ 5 سنوات رجعوها عقدة. كل شيء في الدستور استفتاء تغيير تنقيح للدستور يمر بالمحكمة الدستورية. تغاضينا على تجاوز الدستور في وفاة الرئيس السابق، وكيفاش عملنا هذيك حيلة التوافق وهي تو نعملوا كل شيء وتعدت الأمور، وربما الحمد لله تعدت بالطريقة هذيك. لكن اليوم استفتاء على شو مش تعملوا؟ الدستور نتاعنا يتيح الاستفتاء إلا في حالة واحدة، على نظام سياسي برلماني أو نظام رئاسي. لا مش هذا، لا مش هذا، ما يتيحش الدستور نتاعنا اليوم هذا، هذا الدستور اللي عندنا ما يتوحش. الاستفتاء الموجود في الدستور نتاعنا هو على مشروع قانون يذهب للرئاسة في عوض يرد وينجم يعوضوا على الاستفتاء. هيئة الانتخابات بيجز، هيئة الانتخابات قانون نتاع هيئة الانتخابات يجب تنقيحه. هيئة الانتخابات يلزم إعادة النظر في كيفية انتخاب الأعضاء نتاعو، ما يبقاش كما اليوم عند مجلس نواب الشعب ورهين التوازنات اللي في المجلس والمصلحيات اللي في المجلس. قانون اخر لسبر الاراء يزمو يتحط، قانون اخر يزمو يتحط هو المرسوم هذاك نتاع الاحزاب ويزمو يتغير يولي قانون ويزم تنظم فيه العمليه التمويل السياسي. قانون الجمعيات، عده هيئات اخرى منها اليوم الهيكام، ما يعرفوش يحبوا يعملوا انتخابات مبكره بوضعيه الهيكام تاع اليوم، كيفاش باش يعملوها؟
مشكك فيها وامور معناتها شيء كبير ياسر نقول ونعاود للامانه الهيكل من اكثر الهيئات اللي حافظت على قدر واسع من الاستقلاليه احنا نشكروها على عملية اللي برشا هيئات اكيد اكيد نقاط استفهام اكيد لكن احنا نحبوها هيئات قويه بكامل قوتها باش تجم تقوم بصلاحياتها يعني بالنسبه لكم من يدعو الى استفتاء ومن يدعو لانتخابات مبكره هذه من متعتها ومن يدعو الى اشياء خارج الدستور نقول له ليس هناك امكانيه للعوده بالوراء عجله التاريخ لا تعود ل 59 عجله الانتقال الديمقراطي تبر عبر هذا الدستور واي تقييح واي تغيير يجب ان يكون في احترام لهذا الدستور ولو كان تنقيحا للدستور. بسام عترناب رئيس جمعيه عتيد شكرا لك على حضورك معنا، شكرا على كل هذه الايضاحات والافادات في ختام حصه اليوم من برنامج هنا تونس، هذا اخر عدد في البرمجه الصيفيه لراديو